تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بصباح السعادة وصباح مليء إن شاء الله بالنشاط والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم في إعداد الحلقة الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا أصبح اليوم بأختي آمنة العلي، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا. ومستمعينا الأعزاء دائما ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم، ونرحب أيضا بمشاركاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نذكركم دائما بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأيضا الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية الجميع، ويجب علينا جميعا أن نلتزم بهاي الإجراءات. مثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء بأن عندنا أخبار محلية وعالمية. اليوم أول خبر عندنا فاكهة يعني فيها فوائد كثيرة، وأيضا تقوي القلب وتحارب الإمساك، وفيها فوائد كثيرة من ضمنها تساعد على التمتع بالرشاقة. والأخت آمن إن شاء الله بتعطيكم تفاصيل هاي الفاكهة إن شاء الله قريبا. وأيضا خبرنا أفضل 5 طرق للحفاظ على صحة الرئتين، بنقرأ إن شاء الله هذا الخبر قريبا. أيضا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها، وفقرة مستجدات كوفيد-19 أيضا اليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في الأماكن العامة. ومصطلحنا اليوم مصطلح طبي تحت عنوان مؤشر كتلة الجسم، وفقرة التغذية أيضا تحت عنوان مضادات الأكسدة، وفقرة التقنيات الحديثة لهذا اليوم تقنية التعقيم بالضباب أيضا من المواضيع اللي بنتكلم عنها اليوم خلال هذا البرنامج. نرجع مستمعينا الأعزاء مع بداية الحلقة والبرامج اللي هي الأخبار، وناخذ أول خبر لهذا اليوم، وبنشوف ما هي الفاكهة اللي تقوي القلب وأيضا فيها فوائد كثيرة مع آمنة. طبعا أخوي عبد الله نبدأ بأهم فائدة حق النساء، واللي هي أن هاي الفاكهة تساعد على التمتع بالرشاقة. يقول المركز الألماني للتغذية أن التين يتمتع بفوائد صحية كبيرة، حيث أنه مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والنظر والأمعاء والبشرة. وأوضح المركز أن التين يعد كنزا من المعادن والفيتامينات، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والحديد المهم لبناء الدم، وفيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين B7 المعروف باسم البيوتين والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر. كما يسخر التين بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك. وبالإضافة إلى ذلك يمتاز التين بأنه قليل السعرات الحرارية، ومن ثم فهو يساعد على التمتع بالرشاقة. ما شاء الله أخوي عبد الله، التين جمع كل الفوائد في فاكهة وحدة، ويعني معلومات صراحة أول مرة أسمعها عن التين. لهذا السبب أنا ما ذكرت اسم الفاكهة من بداية الخبر، قلت يعني نبغى نفاجئ
مستمعينا ومتابعينا اليوم الأعزاء. لازم نصير نشتري لنا تين نحطه في البيت وايد ضروري. والله اللي عجبني أكثر شيء إنه يعني من فوائده إنه يساعد على التمتع بالرشاقة، وله فوائد أيضا تهم الجمال، البشرة والشعر والأظافر، الأمور طيبة. اختي آمنة عيال، خلنا ناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنرجع لخبرنا الثاني اللي هي أفضل 5 طرق للحفاظ على صحة الرئتين. ومثل ما عودناكم مستمعين للأعزاء مع فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناح. اختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله وأختي آمنة وكل مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة وصباح الطاقة الإيجابية أسماء. صباحكم السعادة. نيلة بعض الأشياء الخاصة في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن عندنا نشرة كل أسبوع نتكلم عن الأرقام الخاصة والمتعلقة بهيئة الصحة بدبي والإحصائيات. وخبرنا لهذا الأسبوع كان عن خدمات التعقيم في هيئة الصحة. من الأرقام اللي صراحة يعني شفت يعني مهمة وحلوة، اللي مثلا خدمات التعقيم الموجودة عندنا في الهيئة والتابعة لهيئة الصحة تعمل على تعقيم المواد لأكثر من 150 منشأة، وتعمل الإدارة هاي أو هاي الشعبة على مدار 24 ساعة. خلال 2019 قامت الشعبة بتعقيم أكثر من 5 ملايين أداء جراحية تم تعقيمها في 2019. نعم. هاي بالنسبة لأدوات التعقيم. أيضا كان في خبر وايد حلو صار أمس الظهر، وهو فوز هيئة الصحة بجائزة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير ضمن جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان المنافسة أكثر من 200 مشاركة متميزة، وهذا اللي يخلي يعني الفوز هذا استثنائي، يعني أكثر من 200 جهة وفازت الهيئة بأفضل استراتيجية للتعليم. هذا شيء وايد حلو صح، وخبر وايد سعدنا. صحيح. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن نحطها منه يعني رجعنا للمدارس، كان في اجازه اسبوع، قاعدين نحط امور يجب تجنبها والقيام فيها عند الذهاب للمدرسه. واهم شيء اللي نحن دائما نقول لعيالنا عدم لمس العينين والانف والفم بدون ما نحن نغسل ايدنا او نعقمها. فهي يعني مثل الاشياء لازم تكون عندنا دائما، الفيروس تطور شويه ويانا يعني. فنحن لازم نتعلم كيف نتعايش مع الوضع الحالي مع هاي الجائحة. وأهم شيء إن نحن عيالنا يقتنعون ليش هم لازم يسوون بهالطريقة. فننصح أولياء الأمور لما يعني يقول حد عيالهم لا تلمس عينك يشرحون ليش، لأن غالبا الجهال لازم حد يشرح لهم السبب عشان يقتنعون ويطبقون الإجراءات الوقائية. وفي نهاية المداخلة نتمنى من الجميع التزام بالإجراءات الوقائية وأيضا استخدام خدمات ذكية، واللي حاب يحجز مواعيد موعد كوفيد والإنفلونزا متوفر الآن في تطبيق هيئة الصحة بدبي. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا لك. وشكرا أيضا لمستجدات اللي تكلمين عنها الحقيقة، يعني اللي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ الفاصل نحب نذكركم دائما بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في إمارة دبي في مول الإمارات وأيضا مردف سيتي سنتر وسيتي سنتر ديرة. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 للمزيد من التفاصيل حول هاي الخدمات. وأيضا بإمكانكم التواصل مع مركز الاتصال لأخذ المواعيد. بناخذ آمنة فاصل ونعم بعد الفاصل عندنا فقرتنا الخاصة بفقرة مستجدات كوفيد 19.
اليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا فيروس في الأماكن العامة. هاي معلومات مهمة مستمعين الأعزاء، نحن دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ونرحب بكل من انضم إلينا. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا ناخذ فقرتنا الثانية. نعم، واليوم مع فقرة مستجدات كوفيد 19 اللي عودناكم عليها كل ثلاث مع الدكتورة هند العواضي. نعم. وفي ظل طبعا مثل ما نعرف العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات العامة اللي تشهدها الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص، لابد من مراعاة القواعد والسلوكيات العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومع عودة القرية العالمية لاستقبال ضيوفها وزوارها كوجهة عائلية متميزة للثقافة والتسوق والترفيه. نتوقف اليوم مع الدكتورة هند العوضي للحديث عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في الأماكن العامة. صباح الخير دكتورة هند. صباح النور أختي آمنة وأستاذ عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. نصبح عليك اليوم عن بعد دكتورة هند. دكتورة، اليوم ممكن تحدثينا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية عند زيارة الأماكن العامة بما فيها القرية العالمية؟ طبعا مثل ما كلنا نعرف أن القرية العالمية أعادت افتتاح أبوابها خلال هذا الأسبوع، يوم الأحد كانت أول أيام افتتاح القرية. وطبعا إحنا حابين نذكر الجميع أن كونوا على علم بأن كل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات والممارسات سوف يتم الحرص على الالتزام بها، والجميع يعني لازم يحط في باله أن كل هاي الإجراءات هي للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وصحتهم وصحة الآخرين. طبعا عندنا بعض النصائح اللي احنا ننصح الجميع. طبعا أول شيء أنهم يستمتعون بوقتهم في القرية العالمية مع تغير الأجواء، تغير الجو عندنا وصار الجو أجمل وبدأت موسم الطلعات الخارجية. أول شيء استمتع بوقتكم. ثانيا لا تنسون إن ما زلنا إحنا جائحة كوفيد ما زالت موجودة، وما زلنا إحنا لازم نتخذ كافة إجراءات ومحطياتنا الاحترازية والوقائية. أول شيء نقول لهم إن إذا عندكم أي أعراض حمى، أعراض تنفسية، من الأفضل أنكم أنتم ما تروحون للقرية العالمية، وإحنا نفضل طبعاً كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض أنهم ما يروحون للقرية العالمية، وإذا كانوا حابين يأخذون إجراءات احتياطية زيادة عن الباقين. طبعاً إحنا دائماً نذكرهم أن لازم تتحرون الأوقات المناسبة وتتأكدون أن وقت ذهابكم للقرية ما تكون مزدحمة جداً، وتتأكدون أنكم تأخذون عدة الوقاية والإحتياط أيضا من عدة الوقاية، تأخذون كمامات إضافية، معقمات الأيدي الإضافية، وطبعا طوال فترة تواجدكم في كافة مرافق القرية تتأكدون أنكم تحافظون على التباعد الجسدي بينكم وبين الآخرين، مسافة لا تقل عن مترين. كماماتكم تلبسونها طوال الوقت، ودائما أعيد وأذكر أن لازم الكمامات تلبس بالطريقة الصحيحة أختي آمنة. كثير نشوف من الممارسات الخاطئة لابسين الكمام لكن مطلعين خشمهم، أو لابسين الكمام بالجلب أو بطريقة غير صحيحة، فإحنا دائما نقول تأكدوا أنكم لابسينها بطريقة صحيحة. طبعا إحنا نفضل أنكم تحافظون على نظافة يديكم طوال فترة تواجدكم في القرية، إذا ما كان شيء الماء والصابون تبدون تستعملون معقمات الأيدي، إذا حسيتوا محل معين أو مكان معين مزدحم فالأفضل أنكم ما تروحوا له، وتتأكدون أن مسافة الأمان طوال الوقت. ساعات الواحد يمكن ينسى عمره في القرية، لكن
فحاولوا تذكرون نفسكم بأهم 3 إجراءات اللي هي نظافة يديكم، لبسكم لكماماتكم، وحفاظكم على التباعد الجسدي. إذا بتستعملون عربات تسوق أو بتستعينون بحد يساعدكم في حمل هاي الأكياس، أولاً اتأكدوا أن العربات معقمة، وبعدين الشخص اللي بيساعدكم في حمل أكياسكم حافظوا على مسافة كافية بينكم وبينهم. إذا حسيت أثناء تواجدك في القرية بأي تعب أو أي أعراض، فإحنا نفضل أنك أنت تخرج من القرية، أو إذا لاحظت وجود أي شخص معك أيضا عند أي أعراض، فننصحه طبعا أنه يطلع من القرية ويروح للبيت. إذا استعملتوا مرافق القرية من حمامات، من مطاعم، الألعاب، اتأكدوا أن تعقمون الأشياء قبل ما تستعملونها، تعقمون أيديكم بعد ما تستعملون هاي الأشياء. إحنا نعرف أن القرية العالمية معروفة بأكشاكها ومأكولاتها، فإحنا يعني نفضل أنكم تستعملون الأشياء، الأواني والأدوات ذات الاستخدام الواحد. تنظفون إيديكم قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام أيضا. بعد إحنا نحب نذكر أن إذا أخذتوا أطفالكم معكم، اتأكدوا بعد أن أطفالكم تذكرونهم بأهم الإجراءات الوقائية. وطبعا أهم شيء أنكم تستمتعون في وقتكم وتستمتعون بهاي الأجواء. وطبعا يعني موسم القرية هي موسم، يعني هو موسم جدا جميل، واستمتعوا مع إجراءاتكم الاحترازية. طبعا دكتورة ما ننسى أن دائما أن نحن بنستمتع بوقتنا، بس في ظل الظروف هذه نستمتع بحذر، أن نكون دائما حذرين وفي نفس الوقت مستمتعين. ودكتورة ممكن تخبرينا الحين بعد ما الشخص سار واستمتع في القرية وخذ كل إجراءات الاحترازية وابتعد عن الأماكن اللي يمكن يكون فيها تجمع أكثر مثل ما تفضلتي دكتورة، ومثل ما قلتي أن نحن نقول حق الفئات العمرية الكبيرة ما ننصحكم أن هالسنة تتواجدون في أماكن التجمعات. ودكتورة بس حبينا نستفسر منك الحين عقب ما استمتعنا بوقتنا، شو نسوي يوم نرجع البيت بعد ما نكون في القرية أو في أي من الأماكن العامة؟ يعني مو بس كبار السن احنا ننصحهم انهم يعني يتجنبون او ياخذون احتياطاتهم من الكفاية امنه، بعد اصحاب الامراض المزمنه اللي عندهم ضعف مناعه، هذول بعد لازم يحتاطون بعد. والاطفال دكتوره شو رايك؟ الاطفال احنا يعني احنا نعرف انه وايد صعب على الاطفال انهم يحافظون على اجراءاتهم الوقائيه، لكن اذا احنا شرحنا لهم بطريقه بسيطه، احنا يعني ما نبي نخلي الاهالي في بيوتهم امنه، احنا نبيهم يطلعون يستانسون بالجو الجميل هذا مع اجراءاتهم. يعني دائما انا اقول التوعيه هي نصف الوقايه او كل الوقايه حتى في بعض الاوقات امنه، فوايد مهم ان انت تكون على وعي ودرايه كافيه بكل الاجراءات، وتكون على درايه كافيه بكل التحديثات اللي تنزل. يعني أنت لازم دائما تكون على وعي كافي بكل التغييرات والقوانين الجديدة اللي تنزل، وتأكدوا أن كل اللي يتخذونه هي في سبيل حمايتكم وحماية غيركم. بعض النصائح يوم أنتوا بتخلصون من طلعتكم وترجعون لبيوتكم، طبعا أولا حذاءكم تخلعونه في مكان معين، إحنا نفضل في مكان معين تخلي لهاي الأحذية، وطبعا إحنا نفضل أنك أنت تعقمها لاحقا. كمامك تخلعها بطريقة صحيحة وتتخلص منه في سلة المهملات. إذا كانت عندك حقيبة شالنها معاك، محفظتك، مفاتيحك، نظاراتك، تلفونك، إذا عندك مشتريات خلها في مكان معين عشان أنت ترجع بعدين وتعقم هاي الأغراض. ملابسك الخارجية طبعا إحنا نفضل أنك تخلعها وتحطها في سلة الغسيل عشان تنغسل. إحنا نفضل بعد أنك تستحم أو على الأقل تغسل الأماكن اللي كانت مكشوفة من جسمك، بعدين أنت تقدر تقضي وقت في منزلك وترتاح. نعم دكتورة مثل ما قلتي إن شاء الله يكون موسم جميل للقرية العالمية، وإن شاء الله تكون مليئة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في القرية أو سواء في جميع الأماكن العامة. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا على الهاتف، وكذلك شاكرين لك جميع المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. شكرا لك دكتورة. شكرا اختيار.
وتوصل لصحة وسعادة. وطبعا أخوي عبد الله الحين بنطلع لفاصلنا الإعلاني، وبعد ما نرجع من الفاصل بيكون معانا مصطلحنا الطبي لليوم واللي هو مؤشر كتلة الجسم. نعم بناخذ عيال اختئامنا فاصل، ونحن دائما نذكر مستمعينا ومتابعينا الأعزاء خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا قبل لا نطلع نحن فترة الفاصل، احنا قلنا عندنا اليوم مصطلح طبي مهم، مؤشر كتلة الجسم. طبعا مؤشر كتلة الجسم مستمعينا الأعزاء من أهم المؤشرات أو المقاييس اللي مفروض نحن كل واحد منا يكون عنده ثقافة عنه، لأنه معني بالعلاقة بين الوزن والطول. فبنتعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن بعض الأرقام المهمة الخاصة بالنسبة لمؤشر كتلة الجسم، على أساس أن اختئامنا كل واحد يعرف يعني شو الرقم اللي مفروض أنه يكون عنده على أساس أن وزنه يكون متناسق مع الجسم. فخلنا نعرف مستمعينا الأعزاء أكثر مع الأخت آمنة، بتعطينا فكرة عن كل رقم والرقم هذا شو يعني بالنسبة لنا نحن. تفضل يا آمنة. يقول أخوي عبدالله أن مؤشر كتلة الجسم إذا كان عندك أقل من 18.5 فإن ذلك يعني أن وزنك أقل مما يجب، وعليك مراجعة الطبيب للاستشارة الطبية. وإذا كانت كتلة جسمك من بين 18-24.9 فإن النتيجة هني تعتبر مثالية، يعني إذا كنت بين 18-24 فنتيجتك تعتبر هني مثالية. مثالية يعني الكتلة الجسم على الطول. بالضبط. نعم. وإذا كانت من بين 25-29 فهناك وزن زائد، وعليك اتخاذ الخطوات للحد من الوزن الزائد. صحيح. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 40-30 فهني أنت وصلت لمرحلة السمنة. السمنة. نعم. وتبدأ لازم الحين تخفض من وزنك الزائد. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكثر فهذه النتيجة تعني البدانة المفرطة وزيادة وزن خطيرة، وإنك بحاجة ماسة لمراجعة طبيب متخصص للمساعدة على تخفيض الوزن. فأخوي عبد الله مثل ما اليوم عرفنا أن مؤشر كتلة الجسم هذا الشيء جدا مهم. صحيح. وأنا عن نفسي صراحة اليوم بسير أشوف كم كتلة جسمي، أشوف نفسي أنا في الوزن المثالي. نعم. ولا تعديت الوزن المثالي. يحتاج. ومستمعينا الأعزاء مثل ما ذكرت الأخت آمنة بأن بإمكانكم يعني كل ما تسيرون مثلا أي مكان في هناك دائما يعني مقياس مؤشر كتلة الجسم متوفرة، حتى لو سرت مثلا أي عيادة من العيادات ممكن تسألهم، وممكن أنكم تسوون الفحص هذا بيبين لكم المقياس مؤشر كتلة الجسم، على أساس أن الواحد اختئامنا ياخذ حذره من البداية وياخذ إجراءات على أساس أنه دائما يكون وزنه مثالي على طوله. نعم. فحلو المصطلح الطبي اليوم، عجبني. فخلنا ناخذ معاك عيال اختئامنا فقرة التغذية اليوم، وتحت عنوان مضادات الأكسدة. نعم، فقرة التغذية اليوم بعنوان مضادات الأكسدة، وهو أحد المصطلحات اللي نسمع عنها وايد ولها فوائد وأثرها إيجابي على صحة الإنسان. ولكن شو يعني مضادات الأكسدة وكيف ممكن نحصل عليها؟ اليوم بتعرفنا على هذا كله الأستاذة عرين رشيد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عرين. صباح النور، الله يصبحكم بالخير يا رب ويعطيكم العافية. صحيح، موضوع مضادات الأكسدة هو موضوع جدا مهم وإله كتير أشياء مفيدة لازم نعرف عنها.
طبعا هي مضادات الأكسدة هي عبارة عن جزيئات صغيرة موجودة في جسمنا بتحافظ على الخلايا من التلف. طبعا هتقولي لي كيف التلف بيصير؟ عادة بسبب الجذور الحرة، وهاي الجذور الحرة هي عبارة عن خلينا نقول ناتج طبيعي من عملية الأيض اللي بتصير عندنا في الجسم. بس إيش مشكلة الجذور الحرة هاي؟ إذا صار عندنا الجذور الحرة مستوياتها أعلى في الجسم بتسبب مشاكل، وهاي المشاكل بتؤدي إلى الإجهاد، بسموه الإجهاد التأكسدي. وعلى مدى العمر أو مدى السنين إذا إحنا ما درنا بالنا من ناحية إنه عدم إنه إحنا مش عم نتناول الأكلات الموجود فيها المضادات هذه الأكسدة، المضادات الأكسدة، ممكن يصير عندنا مشاكل أمراض وعديد من الأمراض اللي هلأ عم بتصير عندنا. فالأشياء هلأ ممكن نقول إنه شو سببها هاي الجذور الحرة، وكيف إحنا ممكن المضادات الأكسدة تساعد على التقليل منها خلينا نقول، أو الاجتناب منها. هي التلوث الهواء، يعني المحفزات اللي بتصير منه إنه تلوث الهواء، التدخين، ارتفاع مستويات السكر في الدم، لما بنستهلك يعني لما بناكل كتير الأكلات اللي فيها الدهون المشبعة، أو أيضا التعرض للأشعة اللي هي فوق البنفسجية. طبعا بسبب يعني عادة إحنا بنروح على البحر بنقعد في الشمس لمدة طويلة جدا، هاي كمان مشكلة لأنه هاي كمان بتساعد على وجود هاي الجذور الحرة. نعم. والالتهابات كمان أيضا من أسبابها. إذا جينا حكينا طب أوكي عندنا هاي المشكلة، طب وين نلاقيها هاي المضادات الأكسدة؟ طبعا مضادات الأكسدة موجودة بكافة الأطعمة والأكلات اللي إحنا عم نتناولها يوميا، ولكن مصدرها الأساسي هي المصادر الأكثرها يعني موجودة في النباتات، يعني كالخضار والفواكه، هدول فيها نسبة عالية جدا من مضادات هذه الأكسدة. هلا في انواع جدا لها للمضادات الاكسده، زي ما حكينا هي متوفره بكثير اشياء، بس احنا اخترنا خلينا نقول الاكثر شيوعا واكثر اهميه. هي موجوده طبعا بالفيتامين سي، الاكلات اللي موجود فيها الفيتامين سي هي نوع من انواع المضادات هاي الاكسده. والفيتامين سي احنا بنعرف انه هو موجود لسبب انه بيساعد على الجسم لتكوين الاوعيه الدمويه، بيساعد خصوصا للعضلات والكولاجين في الجسم. وطبعا هذا الفيتامين سي احنا بنعرف انه هو موجود بالفواكه الحمضيه، واكثرها كمان بالجوافه، يعني الجوافه نسبتها جدا عاليه من الفيتامين سي موجوده فيها. كمان نوع من مضادات الأكسدة اللي جدا يعني بحب إنه أنوه عليه اللي هو الفيتامين ها. الفيتامين ها كمان عنصر غذائي جدا مهم للرؤية والتكاثر وصحة الدم والدماغ والبشرة. وطبعا إحنا نعرف إنه الفيتامين ها كمان متوفرة في القشرة الخارجية للفواكه والخضروات. هلا إحنا ممكن نقول إنه لازم نقشر التفاح ولا الفواكه أو الخضار لأنه إحنا بنخاف من القشرة هاي يكون عليها خلينا نقول طبقة معينة يعني من إذا عليها وسخ أو كذا. بس كل ما إحنا أكلنا الفواكه بقشرتها، بس طبعا ندير بالنا إنه نكون إحنا غاسلينها كتير كويس ومعقمينها منيح، كل ما هي أفيد لأنه فيها هاي الفيتامين، نسبة الفيتامين ها فيها. كمان نوع من أنواع كمان مضادات الأكسدة اللي هو الفلافونويد. الفلافونويد هذا بيساعد على التقليل من الالتهابات. طبعا إحنا لما بنقول عن هاي الأنواع، هاي بتساعد على إنه يقلل من نسبة الجذور الحرة اللي حكينا عنها بجسمنا، وبيساعد على إنه تحمينا من هاي الأمراض اللي عم بتصير حاليا متواجدة، يعني اللي بتأثر علينا من ناحية من الالتهابات، من تقليل مناعتنا. فهاي المضادات الأكسدة بتساعد على ارتفاع اللي هي يعني بتقوي مناعتنا ضد هاي الأمراض. نعم أستاذة عرين، ممكن تقولي لنا نصيحة أخيرة على أهمية هاي المضادات الأكسدة، وين ممكن نحصل عليها خلال دقيقة تقولي لنا هاي المعلومة؟ هلأ المضادات الأكسدة متوفرة، أول شيء هي جدا مهمة
وهي زي ما حكينا متواجدة في كل الأطعمة اللي عم ناكلها، بس بسبب إنه في نسبة كتير من الناس ما عم تاكل الفواكه والخضروات بشكل يومي من ضمن الطبق الصحي تاعهم، بالعكس إحنا منشجعهم ومنصحهم إنه لازم يكون هذه الطبق الصحي متوفر فيها اللي هي الفواكه والخضروات بسبب هاي مضادات الأكسدة، وكمان هاي زي ما حكينا إنه هي متوفرة بال الفواكه والخضروات اللي هي النباتية، يعني بالأكلات النباتية أكثر شيء. وشو اسمه، وممكن نقول كمان كنصيحة كمان إنه كل ما الطبق الصحي متنوع وفي ألوان كثيرة كل ما معناته أنت نسبة المضادات الأكسدة فيها جدا عالية. نعم، شكرا لك أستاذة عرين رشيد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي على هاي المعلومات المهمة عن مضادات الأكسدة في الجسم، شكرا لك. ناخذ عيال اختئامنا فقرتنا الثانية، فقرة التقنيات الذكية. أنا الحقيقة هاي من الفقرات الجميلة أحبها، وخاصة اليوم الثلاثة فيها كثير من المعلومات خاصة بالتقنيات الحديثة يعني التطبيقات الذكية اللي أحب أسمع منها. فخلنا ناخذ اختئامنا اليوم الدكتورة شذا سيف، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي. نعم، اليوم معانا الدكتورة شذا سيف العجلة بتكلمنا عن تقنية التعقيم باستخدام الضباب، واللي هي أحد التقنيات الحديثة اللي يتم استخدامها حاليا في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد. وللحديث عن هاي التقنية وأهميتها واستخداماتها يسرنا تكون معانا اليوم الدكتورة شذا سيف العجلة. مرحبا فيك أستاذة شذا. مرحبتين، صباح الخير، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. دكتورة صباح الخير. صباح النور، هلا أستاذ عبد الله. نحن نستمتع دكتورة في هاي الفقرة لأن دائما تتحفينا بتقنيات جديدة، بمواضيع جديدة، تطبيقات جديدة، واليوم حتى العنوان يعني حسبه عنوان جميل، تقنية التعقيم بالضباب. حابين دكتورة أكثر تعطينا فكرة عن هاي التقنية وشو مميزاتها بشكل عام؟ هي فعلا تقنية جديدة. طبعا الحين هيئة الصحة متجهة يعني استعمال التقنيات هذه الجديدة في من ناحية التعقيم، يعني بالذات في ظل أزمة كوفيد-19 يعني. صحيح. فهذه واحدة من التقنيات اللي وايد جديدة يعني الصراحة، وإحنا يبناها عن طريق شركة إيطالية. التقنية هذه ميزتها إن هي تعقم بالضباب تحديداً، فالضباب يعني طريقته وايد مميزة، لأن الضباب ممكن يدخل في أي مكان صغير، في أي شقوق صغيرة موجودة في المكان، فهذا الشيء يكون فيه طبعاً دقة أكبر يعني في التعقيم. نعم. ودكتورة هل استخدمتوا هاي التقنية هني عندنا في الهيئة؟ هل تمت تجربة هذه التقنية؟ مثل ما نعرف أنتوا أي تقنية حديثة مثل ما عرفتونا في حلقات سابقة أنكم أول شيء تستخدمونها وتجربونها، فأبا أعرف هل تم تجربة هذه التقنية وممكن تقولي لنا عن هذه التجربة؟ طبعا إحنا كل شيء هين عم نجربه، يعني التقنية هذه جديدة والجهاز هذا حتى جديد. احنا التجربة اللي سويناها كانت على جهاز او نموذج مبدئي، نموذج تجريبي على الجهاز هذا اللي هو يسمونه بروتوتايب، يعني احنا شوي استبقنا الزمن يعني مع الشركة هذه. فسوينا تجربة الحقيقة وكانت بحضور معالي المدير العام القطامي، وكانت تجربة ناجحة الصراحة، وبإذن الله ان شاء الله بتطبق قريب بعد ما يجهز الجهاز اللي هو النسخة النهائية منه، بتكون في نهاية السنة إن شاء الله. نعم. دكتورة هل يعني التعقيم هذا له أماكن معينة ممكن يعني يتم استخدامه من خلال الجهاز هذا، ولا أن هذا الجهاز مثل ما أنت تفضلتي أنه يعني بسبب أهميته أنه يعقم حتى يعني ممكن تكون يعني أماكن وايد حساسة وأماكن يعني مغلقة قد يكون أيضا؟ طبعا هو يكون في أماكن مغلقة. نعم. ممكن يكون في أي غرفة، يعني أي حجم للغرفة، ممكن يكون في غرف الانتظار مثلا في المستشفى أو في الممرات أو في
غرف الطبيب، غرف العمليات، ممكن يكون في المدارس، في الفصول يعني، ممكن يكون في غرف الفنادق. ميزة صحيح. أن هالجهاز صغير ويتعلق على الجدران، يعني تقريبا ارتفاعه نصف متر كذا، صحيح. فحلو أنه هو صغير وممكن يتعلق في أي مكان. وهو طريقة أنه في سائل تعقيم، وعن طريق الضغط والحرارة هو يبث الضباب هذا، والضباب ينتشر بسرعة عالية جدا في الغرفة. يعني تخيل غرفة كبيرة ممكن تتعقم في ثواني بسيطة، فأنت لو قارنتها بالطرق العادية اليدوية مثلا استعمال، يعني الطرق اليدوية مع العمال وكذا، وايد أنت بتوفر وقت، صحيح. بتوفر جهد يعني، وبتوفر أيضا طاقة يعني. ومثل ما ذكرتي دكتور، نعم تفضلي تفضلي دكتورة. فالجهاز هذا يعمل عن طريق الضباب. الطريقة إن يعني حجم أو مساحة الغرفة تقدر تدخلها عن طريق الابليكيشن، في ابليكيشن أو تطبيق ذكي يعني، نعم، على التليفون. شخص عامل نظافة ممكن، أو المشرف على عملية التنظيف يعني من الهاوس كيبنج أو غيره، نعم، ممكن هو يدخل حجم أو مساحة الغرفة، والجهاز يعني يحسب كمية الضباب اللي محتاجينها حق التعقيم، فيطلق الضباب هذا في ثواني بسيطة تتعقم الغرفة كاملة وخلصنا. والشخص هذا يتابع ممكن عن بعد أو ممكن برا الغرفة يكون. صراحة التقنية جدا جميلة دكتورة، صح. بس يعني دكتورة ممكن تقولي لنا متى ممكن احنا نتوقع ان هاي التقنية بنشوفها مثلا عندنا في المكاتب، في هيئة الصحة، بنشوفها في المستشفيات، يعني بتكون على أرض الواقع متى دكتورة؟ لأن نحن الصراحة محتاجينها في أسرع وقت ممكن. شوفي، احنا عندنا عدة تقنيات طبقت يعني من ناحية التعقيم الحمد لله موجودة في هيئة الصحة، لكن هذه التقنية يعني بأنها مميزة فشوي بنفطر عليها، لأنه مثل ما قلت لك النسخة النهائية من الجهاز بعدها ما جهزت، موعودين إن شاء الله على نهاية 2020 يعني تكون جاهزة. من نوايد مستعيلة مع الشركة أول ما تجهز إن شاء الله على طول بتكون موجودة يعني في الصحة. لأن عبد الله يقول لي مستعيلة، بس تخيلي دكتورة كمية يعني الوقت اللي بيوفرها علينا هذا، صحيح، الجهاز، ومثل ما قلتي مرتبط بالهاتف وبضغطة زر، هاي يعني كل واحد يتمنى يكون عنده في هذا الظروف، يعني حتى في البيت تبينه، في المكتب عندك، هني في الإذاعة المخرجنا نمر محتاجين جهاز التعقيم الصراحة. تحطوا لنا اثنين، يأشر لي المخرج يقول نبا اثنين هني عندنا في الاستديو. فالصراحة دكتورة نحن سعيدين أن هيئة الصحة في دبي تستخدم كافة التقنيات الحديثة، وأنتوا جهودكم في هذا الفريق جبارة جدا. فأستاذة شذى العجلة، دكتورة عفوا شذى العجلة، ممكن تقولي لنا مثلا شو هي يعني وظيفة هذا الجهاز، أو نصيحة أخيرة ممكن تقدمينها للأشخاص اللي حابين يستخدمونه؟ طبعا الجهاز هذا أهم ميزة فيه يعني الدقة، إنه مثل ما قلت لك الضباب يدخل في كل مكان في الغرفة، يعني بيكون تعقيم دقيق جدا. ثانيا عندك السرعة، يعني سرعة التعقيم إنه في ثواني بسيطة، ويعني فهالشيء طبعا يوفر وقت، يوفر جهد على الأيدي العاملة، وتنتي بتوفرينها، ومن غير إنه المراقبة متابعة عن بعد، التابعين تعقيم كل غرفة عن بعد، ويعطيك شهادة بإتمام عملية التعقيم لكل غرفة، فتقدرين تتابعينها عن بعد وتتأكدين خلاص هاي 100% معقمة ومستعدة لاستقبال مرضى أو أي شخص يعني ممكن يدخل غرفة هذه. نعم الصراحة دكتورة استمتعنا اليوم بالسماع عن تقنية التعقيم باستخدام الضباب، وهي أحد التقنيات الحديثة اللي يتم استخدامها في ظل إجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. شاكرين لك دكتورة شذى سيف العجلة، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، شاكرين تواجدك معنا، ومستعدين وعلى أتم الاستعداد للفقرات التالية من التقنيات الحديثة كل ثلاث. طبعا نذكر أعزائنا المستمعين بهالشيء أن نحن عندنا فقرة التقنيات الحديثة. شكرا لك دكتورة شذى. شكرا دكتورة، حياكم الله. اختيامنا مثل ما تفضلتي بأن استمتعنا الحقيقة مع الدكتورة شذى بخصوص يعني
الأبديت والمستجد في موضوع فقرة التقنيات الحديثة اللي نستمتع فيها الحقيقة كل أسبوع، يعني تقنية جديدة وبرامج جديدة، ودائما هاي التقنيات تساعد الحقيقة يعني إلى جودة الخدمات بهيئة الصحة بدبي وتطويرها. قبل لا نختم، طبعا بتختمين انت اليوم الأخت آمنة، نذكر مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في إمارة دبي، في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 للمزيد من المعلومات حول هاي الخدمة المميزة وأيضا أخذ المواعيد. نعم، وفي ختام حلقتنا أخوي عبد الله نذكر أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن دائما أنيب لكم كل جديد فيما يخص صحة دبي. والشكر الجزيل طبعا لمعد البرنامج السيد حسني البلاونة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي، في التنسيق الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا الأستاذ الفاضل نمر محمد. وتقبلوا تحياتي أنا آمنة العلي وزميلي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.